كم هو عدد أجنحة جبريل عليه السلام؟ 600 جناح. الجواب 600 جناح. ما هو الطعام الذي يجوز أكله ويحرم بيعه؟ لحم الأضحية. الجواب لحم الأضحية. من هو النبي الذي ألان الله له الحديد؟ سيدنا داود. الجواب داود عليه السلام. ما هو اسم المكان الموجود بين الجنة والنار؟ الأعراف. الجواب الأعراف. ما هي السورة التي تنتهي كل آياتها بحرف الدال؟ سورة الصمد. الجواب الإخلاص. سورة الإخلاص. الإخلاص. كم عدد الأنبياء المذكورين في سورة الأنبياء؟ 16. الجواب 16 نبي.